بنحتفل النهارده بمرور 10 سنين على انشاء مستشفى 57 357 اللي احنا بنعتبرها صرح من صروح النجاح اللي موجوده في مصر. مستشفى 57 دورها لا يقل عن اي مؤسسه ناجحه في مصر. احنا الحمد لله بنعمل على حاجتين، بنعمل على اتقاء اسباب المرض بتاعت السرطان، وبنعمل على علاج مرض السرطان للاطفال. عملنا لهم اكتيفيتي في الجنينه زي ما حضراتكم شفتوا للاطفال عشان تفرح وتتبسط، وجبنا لهم كانديز والحاجات دي كلها، بلس ان احنا عملنا لهم شخصيات او الكاركترز اللي هي منتشره في الكرتون عشان الاطفال بتتفاعل معاها. اوكي، كل اللي بيحب الاراجوز يقول لي بصوت عالي اطلع يا اراجوز. شكرا شكرا شكرا. ايه ده انت قلت ايه؟ عاملين برضو احتفال للموظفين، كل موظف الصبح جه فتح مكتبه او دكتور فتح عيادته ليه على مكتبه شكرا لوجودك معانا، انت شريك نجاحنا. بنواصل شغل على مدار الليل والنهار مع قيادة عليا، مع مديرين، مع موظفين، مع كل الناس، بنحاول على قد ما بنقدر كلنا نشتغل مع بعض على ايد واحدة عشان نوصل للنجاح اللي احنا فيه ده. احنا هدفنا ان احنا نوصل لجيل بلا سرطان، اطفال بلا سرطان، لان الاطفال دول زي ما قلت في الاول خالص هم جيل المستقبل. احنا بنحقق الرساله دي عن طريق التعليم المستمر، الكواليتي في تقديم السيرفيس، الريسيرش، البحث العلمي.